تكون سبب ان ربنا يرزق حد بطفل دي مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا، تحتاج مجهود وعرق سنين وتعب وكفاح ودراسة. ومهما كبرت في السن مفيش حاجة اسمها ان انت وصلت لحاجة معينة، لازم كل اسبوع عن التاني تطور نفسك، كل شهر عن التاني تطور نفسك. بس كل اللي انا بقوله ده مع تعب ومجهود، في لحظة خروج البيبي من بطن امه، ابتسامتها ودعوتها ليك وفرحة الاب، كل التعب ده بيزول ويتعوض بالفرحة اللي احنا بنبقى فيها.